نبي محمد عليه الصلاة والسلام أعمال قاره ترتو بشر نوصي تلمامي وقوة وقوة لسة ترين كانوا مقاط ترين ندى وقوة لسكو ديسقوا رمضان ووضا قرانا يدين للسوام أيوه وقرانا حيابا وقوة لسة بشر لقبتو حكم إذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل قرآن كلا دراسين جري ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوي حي دراسيا كتابك على إلى هذا الكيس إذا بشر طريبع علماء ضو إلى هذا وبلو قفك مسلم كي أحر حدو إنو كتدبرو إلهي كتابك سوف فهمه إلهي محو نرشا كربة أنا صمعيه وآخر وثيقة سمدك سودكته وبنادم لغو صحية آخر هداية absolute value بنادم كاللوغو تلقى لي نلشي سردر إنو كل بلان قريستو كورن بدحوين أودن أنا أما رجال وزارة دا ودن فهدي وراقبو صدر تمال والبعض أخر دا لكن ولقى أنا تفهمي حالو ورن أيها وفتيرا خبل وحود مين بادوه كانسا وراق أدي قدمت هذا كهل لسا وكو سودك تري وأدقى عنتك وهيستو وولقى أخر يسونا تفهميني إن القرآن ده فهمنا داية فاتحدين فهم وين ما الأول بنات الضبية طبعاً كان آخرنا إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشموح مدنان قارسين كلا القرآن كي آخر ستيس القرآن كي يدرى زينتيس ولذلك وعلماء دي ووين إذا مسلمين تاركم دي حتى علوم تكليلي كرين ويتوجين كرين إمام مالك ووسو حد حدن كري حديث كريم قصد ورده قيو فهنا بشة علماء بضم با علمي كالورن جوجين كرتين وحي ورن كرين بشة نوا بشة قرآنك آخر ستيس بضيان بضيان إمام الشافعي وحلا غشي غادي وحنا ننقو هويسنين ننو بشا اللي حدا جار قراك الدمين جري صور نقلية إذا بشاني وحكوا نغنا وحلا غيابا إمام كا جس كتكيان لين هذا مساعد كسوا مساعد صلاة بضا وهم حسما إياه جس قرآن كتكيان وحلا ينقر ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هبين بالصلاة قلي دبتنا صحابي باوي ما في شريس كحر لو كنت النبي جيبت كنيين باقو حر دبتنا النبي قو عليه الصلاة والسلام فاتحادي مكو كبحيبو البغراء بلابا فحان سيربو لدى كلي بغلا يضد ميل هاسو أخري دونا وانا في البغراء نبو نبي يبوري ولا بغلي اللي حس ديتنا يضد ولا بچي سيا ديرات البغراء نبو نبو نبي يبوري حدنا البغراء مركو دمين ايي ايه سيربو لبس دبدي هاتو الركوع دونا سورة النساء بلابا يبوري مركاسو يرى دمي يبوري نبو عليه الصلاة والسلام خاسان سيربو ده هاتو سكر ركوع دونا مركاسو آل عمران دبكا بلابا يبوري هدنا سورة آل عمران بو نبي وشن چي سيا ديرات ايو هل رقع آخر ليا انتا وحا كم مدن وليبا وحولي آيات عذاب مسومر لا إلهي بك مغنقلي مال تسبيح مسومر لو تسبيح ساني يعني قرآن الله لا ليه ما هن قرآن لو تدبر يلا فهم يوح الشيء يلا جواب يوها سقى سلادة كتيرة مركو التصبيح هذه حمد الله صامره والتصبيح سنة مركو صامره عذاب يوح لمدة وإلهي كم جن قال يمركو النمعية الجنة يوح لمدة صامره والرب يوي دي سنة هل رجع لو كنت كذا هل رجع أيوه شن جسيا نيران آخرنا يا إذا النبي عليه الصلاة والسلام رمضان تود ما يسي لبتشر بولا دم يا قرآن كدراسة دي سي ولا دم يا كوما ملك الجبريل إذا بشتاني وابلو قفك مسلم كي أحر حده ورب الإلهي وركي سفاه مرته ربي وح وكوش يا جيو رب السماوات والأرض يا أديك كل هذا يا بالذاتك تذكر قرآن كمرك آخرنا يعني عدك لك فكرة عدك لك فكرة أديكم بقى إلهي لهذا الله يا قفل بقى في سال الله هذا يا وحياه بشتان وأذكر وقبل شري النبي عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين توفر وحكم إذا قيام الليل كتراويح ده صلاة ده بدن اللي تكرين صلاة ده بتصطه يا بالله سفر وحكم إذا بيش تنات كل وجود دالي ونبي المسلمين شري التصدق صدقات إنه وينه نوح عن نبينه بدنين وتذكر عن سينا سيد أوجد أي سحابي محولها نبي جوحها مدق بدن ده أصليا بقى النبي عادي سوى حيد ولي وحلا ويدية ما يمعرا هذا بالقياس قف وحلا ويدية ما يعرني ولي بدأ تذكر سكمد معه مكان تذكر بعيد كارد حقونا بملها جالس كشوك تعيد كوسو بيج مسيو حكم مودي سد وضدير أي رق رابا هي لو صدح صاحبها هيدا نعيد كلام يعقو يدينس لكن كورن هذا ضد مدح دوت طهي أولي بقى أنا أسكر يعيدكو إلى على سلا هاي أولي بقى هدو مدح وينه شنت سلا دوت هالكن نقولتك هدو وعدت ككعيل نساء أني كذي نبي سقف معه ويدي سلها سقف ولي بدنا تيس كل ما صورنا قارن اسمه إلى دوا مدح ويني كورن هدو الرسول إلهي هاي رسولك إلهي وضد كنحشوه وأرمل لكم مغني وشنت سلا دوت بالله أركيه وهذا ولقي وحلا ويديان ما يقرنن وحلا ويديي أنقطع ما يقرنن هذانا سقو سداس نلشي سهاي هي اللي هذانا رمضان وكان أجود مما يكون وحاهنشر في رمضان بش رمضان وقد يقبضنا بلها كلون بالليل وبيش هابحيه ويكقد السنين وحبيحنتي سكر ريح المرسلة ويهيد بحديثة المامية سيدي دبيل دبانيسة دبيل ببانيسة أمار دبانيسة أيو لماذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعدتي سوي فريد
bishatani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaful ijtimaaci isu naxariistaan, faqorada wax la siiyo, masaakiinta wax la siiyo, qaraabada la xidhiidhiyo, tolka la xidhiidhiyo, cid walba wax la siiyo. Waxyaabuu nebigu bisha samayn jiray waxaa ka mid ah, iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto, haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray. Marka horeba bisha cibaadaa lagu jiray, haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhahda samayn jiray. Toban maalmood labaatanma oo ictikaafa. Ictikaafku waa maxay? Waa inuu qofku masaajidda isku xareeyo ama dib uga bixin ilaa lidaruura, inuu ama masquul tagayo ama cunno la siinayo wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo albaabka masaajidka inaanu istaagin. Oo markaa masaajid guudiisa maxaa laga qabanaya? Dadka barba inta ay ictikaafa ku saxaroodaan hurdo uun haddana hurdo looma soo xarooda. Dad seexanaysa gurigaaga waad seexan lahayd. Waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximise kareeyo, bishii waa sii dhammaanaysaaye, tobanka dambe inaad goosato. Markaa the last days baad ku jirtaa. Tobankaa maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray. Markaa ictikaafku macnaheedu waa maxay? Xaaraan iyo baabka ka kaalaya, mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay. Xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayo, ajar ka weynuu raadinayay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago